عائلة إصالة، إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم بس حبيت لكم أولاً إنه هذا الفيديو شوي قديم، سو أنا هلأ حالياً بدبي، فغالباً من الفيديو حتشوفوا إنه شعري متغير وكان قديم، فكان لسه لما كان شعري بينك وكنت مع خولة. صراحة ما قدرت منتجه لأنه كان في سفر وكان في 100 شغلة وفي كتير مفاجآت كمان جايينكم حتى على هاي القناة، وإن شاء الله هاي بس البداية، وكتير متحمسة لحتى أفرجيكم كتير أشياء عم بشتغل عليهم وكتير أشياء حتشوفوها على قناتي هاي أصالة مالح. وبعرف كتير منكم عم تطلعوا هلأ على شعري إنه طولان وبالني صار، ولكن هدول وصلات وبينشالوا، فليكو شعري طوله فعلا هالقد. بس مشان ما تقولوا شو عم بيصير، كيف طول شعرك هالقد وكيف غيرتي اللون ومدري شو. وكمان لا تنسوا اذا انتم جداد على هالقناه لا تنسوا تعملوا سبسكرايب مشان عائلتنا تكبر، وكمان لا تنسوا تحطوا بيج لايك اذا عجبكم الفيديو، وعن جد بتشجعوني انزل اكثر واكثر. اوكي ما بدي اطول كثير عليكم، فبتمنى يكون يعجبكم هذا الفيديو وبس. هلا صافينا نروح، باي. مرحبا، كيفكم عائلة أصالة؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم معنا خولة، هي أول مرة بجيب حدا معي هون بالمطبخ، وهالمرة مو أنا اللي حأطبخ، خولة حتفرجيني طبخة. بصراحة ما بعرف طبخة. أوكي لو سمحت عم بحاول أعصب. المهم اليوم خولة حتفرجيني أكلة كتير طيبة، بصراحة ما دقتها بس ما بعرف ليه عم أقول كتير طيبة، بس من كلمتها شو اسمها؟ معصوب. معصوب أكلة سعودية؟ يا yeah. هلا ما بعرف هي عم تقول لي هي حلو ومانا حلو، فما بعرف شو قصدها. اليوم حتفرجينا كيف طريقتها، وفي المقادير هون قدامنا حفرجيكم هلا yeah. ولكن أنا كثير متحمسة لأنه أول مرة بجيب حدا معي بالمطبخ. أنا ماني عارفة كيف راح تكون ردة فعل أصالة إنها تشوف يعني شكل المعصوب، شكله غريب يعني مو طبخة معتادة. قالت لي موز أهم. موز، جبن. جبن، عسل، في خربوطه. انترجيون شو في هون قدامنا؟ استنوا تعالوا يلا. ولا يهمكم انس وبدر ورانا، هن بس جمهور. ممكن تقولي لهم للناس اللي ما بيعرفوا شو هو المعصوب شو؟ اوكي انا مثلا ما بعرف شو المعصوب. شو المعصوب؟ اكله شعبيه تنأكل على الصباح وتسمن بسرعه. ولي وين الدايت؟ اوكي اسرع اكله ممكن تسمنك، فيها قشطه، فيها كل مصيبة. اوكي لكل المقادير هون، الجبن، كل شيء اللي بينفخ الانسان، الزيست شو اسمه بالعربي؟ خميرة والقشطة والبنة والعسل والصبح، ما ضل شيء. كلها هي معصوب. اوكي كارثة، هي وجبة صباحية. لا تنسوا اذا انتم جداد على هاي القناة لا تنسوا تعملوا سبسكرايب مشان عيلتنا تكبر، وكمان لا تنسوا تعملوا سبسكرايب لقناة خولة، كمان ححط لكم اياها تحت بالرابط. وبس هلا صار فينا نقول هيا بنا. Let's go. متحملينكم مكياج 3 ساعات والان وش قاعدين تسوون؟ هذا عشان تاكلوا موز وقشطه وعسل. قاعده انا في محل شعبي انا. لا بتعرف شو مصيبه؟ وين مطبق؟ وين مطبق طيب؟ لا ما في مطبق. بتعرف شو مصيبه؟ هي ما تعرف ايش قاعد اقول. شو راح نسوي؟ بتعرف شو مطبق؟ شو مطبق؟ لا طبله. دام قالت المطبق مطبل. الى الله المشتكى. مع السلامه. في البدايه راح نحتاج عجينه بر. طبعا في ناس كثير قاعده تسوي خبز، تجيب خبز جاهز، بس احلى شيء انها تكون عجينه يعني هيمود هوم ميد. هوم ميد سو حنعمل هوم ميد خبز. يس طبعا انا ما عندي مقادير. حلو، دائما كله كذا يعني بالبركه. يا بتزبط يا ما بتزبط. لا بالبركه دائما. قلت لستي بالبركه بس قولي بسم الله. لما تخرب تقول حسن. فضايح. اللي ما يعرف صارت فضايح بالفيديو المكياج. اوكي لا تنسوا تتابعوا على قناة خولة، بيكون نزل قبل الفيديو تبعي لأنه ما شاء الله أنا كسلانة. لا حتما تجي. يلا أول شيء أخذنا البر، أنا خميرة على البركة. خميرة خميرة درس عربي. شيء مو حلو. توت كات كات. حاسة حالي أول مرة ما بعرف شيء بالمطبخ. نحتاج موية. موية اوكي. وبس العجينة مرة سهلة، ولا شيء، دقيق، ملح، وشوية خميرة. أوكي. أي أكلة شعبية الدقيق البر هو اللي لازم يكون موجود. أوكي. بس ما راح نعجن كثير، إحنا ما نحب تصير مطاطية. أوكي؟ صارت سرلاك. تقريباً. سرلاك ثقيل. خلي العجينة الحين شوي ترتاح، وبعدين راح نبدأ نشتغل فيها. واو. أوكي. Thank you.
كانوا بيجيبوا شيء مثل كذا هي الملعب في الخشب ويبدأوا يضربوا فيها إليه ما تصير قطعة صغيرة. مثل الحين خلاص عندنا خلاط فراح نستخدم الخلاط كأسرع شيء. كثير حلوة مرة لذيذ. الحين نبدأ بالشغل الثقيل. راح ناخذ احنا هنا جهزنا زبدة سويتها مثل السمن حطيتها على النار إلين ما صار فور وراح الحليب فيها. نجيب صحن شعبي راح نعبيها فيه. المعصوب عن جد شكله بتشهي لسه ما دقناها فهلا قدامكم حندوق كفو. اوكي اوبا يلا يا اصاله نشوف اللحمه. يلا هاني يلا بتعرفوا انا بدي اصاله تدوقوا تقول لي اذا طيب ولا لا بس بعدين بدي بدر يجي ويقرر اذا هل هو فعلا اوثنتيك حقيقي ولا لا. تمام لا انت رحت روح صف هنيك. لا هي ما شاء الله سوت ال انا لازم نعملنا ازمه. بس هي مين اللي عملها خوله ولا اصاله كلنا سوا. يلا 1 2 3 جو مفروض. يلا يلا ها ليش ما خبصتوا القشطه معاها خبير يلا بسم الله. اوبا شو اصول عم نحاول نكتشف شو عم دوق هلا القشطة. It's really good. Yeah. It's really good. أنا كنت أحكي لك السعودية. ولا حبة رايت بس حلوة. على فكرة مو تقيل أبدا أنا توقعت يكون تقيل. واو أوكي هي 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 ممكن أنا أعطيني إلي. مثل المطاعم نفس المطاعم. مثل بانعمة بتعرفوا بانعمة؟ بتعرف بانعمة؟ أنا مشغول. يو لا تاكل كثير المفروض نحن نطلع ناكل برا. عازمنا؟ اي عازمكم خلاص انا جوعان. اوكي هلا انا سيبو تيكو والله بجنن. اوكي رح اكذب عليكم انا هلا دلت قبل الكاميرا بس كيف؟
مثل اهل جده. واو الخبز نجح صار نفس تبع اهل جده. في مطعم جده اسمه بنعمه نفس الطعمه. بالعافيه والله ما شاء الله. اول مره بشوف حدا ما شاء الله بيعمل خبز دقيق. يعني انا لما حدا يقول لي خبز بقول هاي بدها شغله وطحين ويلا وساعه. اوه ما نسينا، نسيتوا القهوه العربيه. هذه كيف بنحضرها؟ شو واخيرا خلصنا وحرام تعبت هي. ابدا بالعكس والله. يس ومثل ما شايفين راحت الشمس بس والله انبسطنا وكثير كان كله طيب وتعلمت اهم شيء انه طبخه جديده وبتمنى انتم كمان تعلمتوا طريقتها للمعصوب. ما تنسوا اذا انتم جداد على هالقناه تعملوا سبسكرايب ولا تنسوا تعملوا سبسكرايب لقناه خولة. في كثير اشياء على قناتها، طبخ على ميك اب على يعني اللي بدكم كل شيء. انبسطت كثير مع اصاله وجربنا اشياء جديدة ولسه في فيديوهات كتير جاية إن شاء الله مع بعض أكيد. فكونوا متحمسين لأنه حنرجع بأكثر. يلا باي.